جدا من لعيبه الزمالك نتج عنها انفراد لوسام وصل للمرمى اكتر من مره، وكان ممكن النادي الاهلي في اول تلت ساعه على الاقل يجيب جونين ده العواد حقيقي. يعني عشان كده بشيد جدا بعواد، ويستحق انه يكون هو حارس البطوله بصراحه، لانه عمل جيم كويس جدا في المباراه دي، سواء في الجيم نفسه او في ضربات الجزاء. بعد كده دايما في الكوره اللي يضيع يستقبل، النادي الاهلي ضيع ضيع ضيع. جوميز صلح من تشكيله الفرقه اللي بدا بيها، لان انا كان في رايي الشخصي ان ناصر ماهر نص الملعب بيفرق كتير مع نادي الزمالك، لما كان بيلعبوا لقدام في الطرف فكان مضيع نص الملعب، لما طلع زياد ونزل ناصر ماهر في نص الملعب ولعب مشلاك من ناحيه الشمال اتعدل شكل فرقه الزمالك، وبالتالي سيطر نادي الزمالك على الشوط الثاني بالكامل، وكان هو الافضل والاحسن، رغم ان مؤشرات بدايه المباراه تقول ان النادي الاهلي يعني نونيه صعبه جدا في اليوم ده. نجح الزمالك وجوميز انه يعدل من تشكيله الفرقه، ونجح انه يمسك الجيم وسطر وجاب جون اتلغى بتاع الاوفسايد، ومشت المباراه للاكسترا تايم. عمل جوميز تغييرتين انا مش فاهمهم خالص، بوظ بيهم الدنيا خالص. يعني انا بشيد بيه بالتغيير اللي هم كابتن اللي هم اللي هم شيكابالا والولد اللي في نص الملعب اللي نزل مطرح شحاته، لان زياد كمان هم اللي الاول طلعوا. انت بتتكلم في الشوط الثاني محمد السيد نزل محمد كان شيكابالا ومحمد حمدي كابتن ومحمد السيد. لا انا بتكلم على الاثنين بتوع نص الملعب اللي في الدقيقه 105 محمد السيد اللي في الدقيقه 105 محمد السيد كان في 91 وبعد كده جيب في ال 105 في الدقيقه 105 لا الاكسترا تايم نزل شيكابالا ومحمد حمدي. ايوه عمل كده في الاكسترا تايم. نتج عنه ايه؟ ان طلع، تخيل ناصر ماهر الاحصائيه بتقول انه لعب 54 باص في المباراه منهم 49 باص سليمه ناصر ماهر. يعني النسبه تتعدى ال 95%، اداء راقي. لما لعب نص الملعب الزمالك امتلك البتاع عبد الله سعيد وناصر ماهر، وكان معاهم شحاته في نص الملعب، الثلاثه بداوا يمسكوا الجيم. التغييرتين اللي عملهم بخروج ناصر ماهر دينم لوحده، وبعد كده ومطلع بعد قبليه شحاته نص الملعب راح من نادي الزمالك، وضيع السيطره اللي كان نادي الزمالك عملها. كون بقى ان احنا وصلنا لضربات الجزاء، خد بالك في نهايه الاكسترا تايم الشوط الرابع النادي الاهلي كان بدا لعبته كلهم يرهقوا، بدا كرامبات لانهم بذلوا مجهود كبير جدا، والاعياء بدا يبان على لعيبه نادي الاهلي. في نفس الوقت نادي الزمالك بدا يرتضي بالتعادل ويوصل لضربات الجزاء. هنا التوفيق وعدم التوفيق. بس التوفيق بيروح لمين؟ للي بيشتغل صح. انا بعتقد وقد يكون كلامي غلط ان ما كانش ترتيب شيكابالا خالص انه يشوط في الوقت ده. خد بالك، وهناك برضو راي على يعني كابتن هادي جه دخل معايا لي برضو ان يوسف ايمن ما كانش يشوط مثلا مثلا لانه لسه الخبرات بتاعته انما وات ايفر قد يكون لسه خبراته قليله، بس في التمرين الولد ما بيضيعش ضربه جزاء خالص. لكن مع الجمهور وضغط الماتش والنتيجه انا كمدير فني بقدر اقيس اللعيب اللي قدامي لما يتحط تحت ضغط في لعيب وهو ظاهر تحس انه بارد مش فارق معاه. واخد بالك، انما انا شايف اصلا تغيير شيكابالا كانت غلط. الاهم من كده ان شيكابالا شاط قبل كده في بطولات كتير وضيع. برضو انت الهدف ايه؟ انا حسيت ان اللعيبه وشيكابالا عايزين ياخدوا اللقطه ان دي بقى اللي هتكسبني. الاهلي ضيع، التركيز كان مختلف مش موجود في التركيز، ما كانش في الشوطه نفسها. التركيز مش في ان انا هجيبها جون، التركيز بعد ما هجيبها جون هعمل ايه؟ وانا بتفرج كتير ولا بتحصل. انا دايما اقول للفرود ايه؟ وانت بتلعب الكره في الجون ما تستعجلش انك تبص للشبكه، بص رجلك هتتحط في الكره ازاي عشان تجيب جون، لان الجون مش هيتحرك. انما في لعيبه كتير تعمل ايه؟ احكي لك انا واحده حصلت لي حصلت لي في ماتش 6-1 ماشي، الكوره جايه لي بالعرض، انا ضامن بقى الكوره خلاص مستعجل. هي لحظه بقى انا فكرت فيها الجزء من الثانيه، انا هروح للي رفعها لي ولا هروح للجمهور احييه ولا عدت ما هي كده طبعا. هي صح، عشان كده دايما بقول ايه؟ ما تستعجلش انك تجيب جون، ركز انك تحط رجلك او دماغك في الكوره صح. بعد كده فكر بعد كده هيحصل ايه، لان انت معاك الوقت بعد كده. انما الكوره جزء من الثانيه يتعدي، واذا ما ظبطتش خلاص. هو كان التركيز بتاع شيكابالا ايه؟
اللقطه ان انا هجيبها جون. طب انا هقلع الفنين لو اروح لجمهور الاهلي ولا اروح لجمهور الزمالك ولا انا بقى اقول لك بقى يعني انا يعني شيكابالا ممكن يكون تفكيرنا هعتزل بعد البطوله مثلا حاجات كتير بقى ممكن. عشان كده انا اخر بطوله عملتها هو مع نادي الزمالك وانا عشان كده ما كانش وارد من الاصوب ابدا في رأي الشخصي حي. واعتقد ان جوميز ما كانش عاجبه لان انا ما شفتوش بعد اللقطه بعد الكره دي ما شفتوش واتقال لي مش عارف المعلومه صح ولا غلط انه زعل جدا ان شيكابالا راح شاط في غير ميعاده وبالتالي خد بعضه ومشي جوميز. انما الزمالك عمل مباراه هايله جدا طبعا. رغم ان في بدايه المباراه كلنا قلنا الزمالك النهارده اوت اوف كنترول خالص رجعوا انما رجعوا المباراه عمل جيم كويس جدا. بدايه الحلقه بقى النهارده وانت بتتكلم لازم ناخد منها جمله وهي تحية للعيبة الأهلي ونادي الزمالك والأهلي كناديين ولعيبة على الأداء الراقي اللي احنا اتمتعنا